أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع أعزائي الطلاب عليكم أن تميزوا الإنشاء الطلبي من الأساليب الإنشائية، أيضا تحليل عنوان في رواية الخيميائي وتوظيف المفردات الجديدة في جمل من إنشائك. الأساليب الإنشائية يعرف الكلام في اصطلاح النحويين بتعريفات مختلفة، من أبرزها قولهم أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع المقصود بذاته، ويعني هذا التعريف التقييد بالأحكام والشروط الواجب اتباعها في بناء الكلام، وهو بمعناه الاصطلاحي يظهر بصور شتى. من هذه الصور الخبرية والإنشائية. يقسم الكلام حسب هذه الجمل إلى ثلاثة أقسام، وهي الخبر، الطلب، الإنشاء. فكل كلام يحتمل الصدق أو الكذب، فهو خبر نحو أن السماء صافية. أما الطلب فهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب ويتأخر معناه عن لفظه، نحو قولنا حافظ على كتابك. يعرف الإنشاء لغة بالإيجاد، أما اصطلاحا هو كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، مثل سامح واغفر، يعني أيضا هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. فيأتي الطلب من الفعل في الفعل افعل، وطلب كف الفعل من لا تفعل. أنواع الأساليب الإنشائية هي الإنشاء الطلبي، وهو الإنشاء الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في ذهن المتكلم في وقت الطلب. الإنشاء الطلبي عزيز الطالب يقسم إلى خمسة أنواع: الأمر، النهي، الاستفهام، النداء، والتمني. الأمر مثل ادرس بجد. النهي لا تلعب بالأدوات الحادة. الاستفهام هل حضرت الدرس؟ النداء يا أحمد تعال معي. التمني ألا ليت الشباب يعودوا يوما. يعرف الأمر بأنها صيغة وضعت لطلب فعل أو طلب بها فعل بأداة على وجه الاستعلاء، وقد عرفه العالم أن يعيش بقوله طلب الفعل بصيغة مخصوصة وله ولصيغته أسماء بحسب إضافته، فإن كان من الأعلى إلى ما دونه قيل له أمر، وإن كان من النظير إلى النظير قيل له طلب، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له دعاء. الدعاء يأتي الأمر بصيغة الدعاء إذا كان من البشر إلى الله كالتضرع والرجاء والخضوع. الإرشاد يأتي الأمر بصيغة الإرشاد من باب النصح بصيغة غير ملزمة. التهديد يأتي الأمر بصيغة التهديد في حال عدم الرضا من المأمور به. الالتماس يأتي من الأمر بصيغة الالتماس عندما يتساوى الأمر والمأمور في الرتبة سواء كانت حقيقة أم ادعاء. التأخير يأتي الأمر بصيغة التأخير في حال كان المخاطب متوهما بجواز الجمع بين أمرين أو أكثر لا يمكن الجمع بين. كتابة مقال تحليلي. إن المجال يتسع أمام كتاب المقال التحليلي في الخوض مختلف مجالات النشاط الإنساني من اقتصاد وسياسة وثقافة وفكر واجتماع وغيرها، ولكن ينفرد النشاط السياسي بالاستحواذ على غالبية ما يكتب من مقالات تحليلية، بينما تغلب المسائل الاجتماعية على ما يكتب في العمود الصحفي. وفي الحديث عن كيفية كتابة مقال تحليلي لابد من معرفة الفرق الجوهري بين المقال التحليلي والافتتاحي غير فارق المساحة والمكان الثابت والحجم، وهو أن المقال التحليلي لا يعبر عن سياسة الصحيفة، وإن كان يجب أن لا يختلف معها فهناك مساحة كبيرة من الحرية تمنح لكتاب المقال التحليلي تسمح لهم بالتمييز عن رأي الصحيفة وشأنهم كشأن جميع أنواع المقال الصحفي في قالب الهرم المعتدل، أي يحتوي على مقدمة والعرض والخاتمة، ولكن المقال التحليلي يتميز عن كل من المقال الافتتاحي والعمود الصحفي بكبر الحجم المساحة في الصحيفة. في الأمر الذي يسمح لكاتبه أن يحشد في جسم المقال أكبر كمية في التفاصيل والحجج المنطقية والأدلة والشواهد التي تشرح موضوع مقال، فإن حجم مساحة المقال التحليلي تسمح لكاتبه بحشد كمية كبيرة من المعلومات الخلفية التي تتعلق بموضوع المقال. في طور الحديث عن كيفية كتابة مقال تحليلي، فإن مقدمة المقال التحليلي يمكن أن تحتوي على العناصر الآتية: إبراز حدث من الأحداث الهامة الجارية، طرح قضية تشغل الرأي وتمس مصالح الجمهور، تقديم اقتراح جديد يثير اهتمام القراء، المعلومات الخلفية الموضوع التي يناقشه المقال، حج الأدلة والشواهد والحجج التي تؤكد وجهة نظر الكاتب، كشف أبعاد الموضوع ودلالاته المختلفة، عرض الآراء المؤيدة أو المعارضة لوجهة نظر كاتب المقال والرد عليها،
أما الخاتمة خلاصة وجهة نظر الكاتب في الموضوع، استثارة ذهن القارئ ودمجه الاهتمام بالقضية التي يطرحها الكاتب، فتح حوار بين الكاتب والقراء من ناحية وبين غيره من الكتاب من ناحية ثانية حول موضوع. شاكرة لكم أعزائي الطلاب لاستماعكم وتعاونكم.